تحدثنا يعني عن صياغة الأسئلة مثلا، يعني تقنيين يشتكوا يعني كل ما خرجوا من قاعة الامتحان من التوقيت يقول لك ما كفناش الوقت باش نحلوا الامتحان. في هذا السياق في اعتقادي هناك لجنة رسمية تعكف ينصح التعبير على تحديد المدة الزمنية لكل مادة. كيف ذلك؟ شنو هي النقاط اللي يأخذوها بعين الاعتبار باش يحددوا التوقيت الكافي لكل امتحان؟ إذا ما خدنا يعني امتحان الرياضيات ولا العلوم، خلينا ناخد المواد التقنية كنموذج، نشوفوا أنه المواضيع طويلة، وإذا خدينا أيضا بعين اعتبار مستوى التلاميذ أليس كذلك، والوقت اللي راح ياخدوه باش يخيروا بين موضوعين. الله يهدي معي. هنا الجهة التي تعكف على تحديد المدة الزمنية لهذه الامتحانات تراعي الجانب النفسي، حيز التوتر الذي صح التعبير يأثر بشكل أو بآخر على منتوج المتعلم أو على مردود المتعلم. أيضا يراعي مسألة ماذا المعامل، يعني الكوفيسيان، بمعنى نجد أن التلاميذ يتعاملون مع المواد التي تتمتع بمعامل أكبر، هي المواد التي صح التعبير يعطيها المتعلم كامل ماذا الاهتمام، وبالتالي ستأخذ منه يعني بعض ماذا من الزمن ماذا الزائد، وهذا في اعتقادي أمر طبيعي جدا. ومسألة الشكوى أو المؤاخذة على أن الحجم الزمني غير كافي إلى آخره، في اعتقادي فهي مسألة نسبية، هناك من يبدو له الوقت كافي جدا بدليل أن وجود هذا يعود لمستوى التلميذ بالدرجة الأولى، بدليل وجود التلاميذ يعني يبرحون القاعة قبل أن ينتهي ماذا الوقت الرسمي المحدد لهذه المادة. أكيد. وأيضا اليوم أستاذ نتحدث أيضا عن بعض المفاهيم المغلوطة للأسف والتي تداولتها الأوساط المجتمعية بمختلف مستوياتها حول المواد الأساسية، المواد الرئيسية بالنسبة للمواد الأخرى، خاصة يعني ما تعلق بالشعب، تلاميذ الشعب العلمية يركزون على المواد اللي ربما المعامل تاعها يكون مرتفع، من جهة أخرى تلاميذ الشعب الأدبية يهمشون المواد التقنية للمعامل تاعها يكون متراجع نوعا ما. إذا نعود نقول أيضا أستاذ لهذا النقطة بيدات وبالنسبة للمعلومات المغلوطة، إذا للأسف نشوف أنه تلاميذ الشعب الأدبية اليوم راهم مع موعد مع اللغة العربية وأدبها، نفس الشيء بالنسبة لتلاميذ الشعب العلمية، لكن ربما توتر أقل بالنسبة للفئة الثانية، ليس كذلك؟ يعني أنا مش مادة أساسية بالنسبة لهم. هذا سندرجه ضمن ماذا؟ ضمن خانة المفاهيم المغلوطة التي سبق وأن أشرت إليها. في اعتقادي مترشح مقبل على امتحان مصيري بحجم البكالوريا لا يعني لا يتعامل مع مادة أساسية أخرى ثانوية، بينما يتعامل مع مواد تكتسي طبعا علميا ومواد تكتسي يعني صح التعبير طبعا أو ملمحا أدبيا. معلم أنه فيه مواد مثلا كالشريعة والفلسفة والجغرافيا إلى آخره ليست مواد أدبية كما يروج لها، لأنه فيه جوانب كثيرة تتعلق بالعلم، تتعلق بالرياضيات، تتعلق بالبيولوجيا إلى آخره، تدخل ضمن ماذا المضمون المعرفي لهذه المواد. وأي أستاذ صح التعبير يفتقر للحد الأدنى من هذه العلوم لا يمكن أن يكون أستاذا يعني متمكنا في المادة التي يدرس، برغم ادعاء أن هذه المادة ذات ملمح أدبي أو ما شكل ذلك. أكيد. خليني أيضا نتحدث، نقعد دائما ضمن المفاهيم المغلوطة، شوفوا حتى التلاميذ يعني في شعب التلاميذ اللغات الأجنبية يركزوا فقط على المواد الرئيسية، أليس كذلك؟ خاصة المعامل المواد التقنية يعني اثنين فقط، يقول لك ما راحش تهم. سيد الفاضل، هناك منطق وهناك عقل، يعني هناك فطرة سليمة يجب أن نفكر بها، لكن منين جتنا هذه الأفكار للأسف؟ هي في اعتقادي هو توارث لمفاهيم يعني ترصبت في مخيال الأسرة الجزائرية بوجه عام، على أساس أن هناك مواد إن صح التعبير أساسية وأخرى مواد ماذا ثانوي، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق، لأنه منطقيا التلميذ ينجح
بمعدل نسميه المعدل العام، هو حصيلة جميع ماذا المواد. ومعظم يعني مترشحون وأولياءهم إلى آخره يعني يحبذون أبنائهم يعني يحصلون على معدلات يعني نوعية ولا معدلات مميزة. والمعدل المميز يعني كيتحدث المعدل بما معدل 17 18 إلى آخره لا يمكن الحصول عليه انطلاقا من اهتمام بمواد على حساب مواد أخرى. هذا أمر يعني أمر عادي جدا. ثم ما يدرس طوال مدى الموسم الدراسي في المواد التي يعتقد بأنها مواد ليست من التخصص إلى آخره، هذه يحتاج الإنسان في شخصيته كمواطن يعني، لأنه الأهداف البعيدة للتربية ليس أننا ننجح تلميذا ماذا في امتحانات البكالوريا، وإنما كيف نشكل يعني مواطن يعني يمكنه أن يتحمل تبعات العيش في مجتمع يعني مقبل على التحديات وشيئا من هذا القبيل. أكيد هذا فيما يخص المفاهيم المغلوطة للأسف توارثناها. نعود نقول الموضوع مهم جدا هو المقترحات للأسف أستاذ منذ بداية سنة، خاصة خلال دورات الدعم والدروس الخصوصية التلاميذ يعني يعتمدوا بطريقة شبه كلية على المقترحات المواضيع. سيدتي نتفق كلية على أن المترشح يعني خاصة في الأسرة لدينا الأسرة هو شخص تائه يبحث عن طوق نجاة. طوق النجاة هذا أنه ينجح في امتحانات البكالوريا اعتمادا على هذه الدروس مدى الخاصة أو الدروس مدى الخصوصية. هذه الدروس بعض الأساتذة يطاوعون يعني مترشحيهم بتقديم مجموعة مدى من المقترحات، لكن السؤال الذي أطرحه في هذا البلاطو بشكل مباشر، هل يملك هؤلاء الأساتذة ونحن لا نشك يعني في نوعيتهم ولا نشك إن صح التعبير في كفاءتهم، هل يملكون إزاء هذه المقترحات جملة من الضمانات تجعل السؤال المقترح يقع بالفعل؟ لأن سيواجه ردة فعل من المترشحون من المترشحين في حد ذاتهم ومن أوليائهم، والأستاذ متواجد في القاعة لكي يدرس مادة ولكي يدرس مضمون معرفي لمادة معينة بجميع ما هو موجود في المنهج، لا أن يقدم دروس على حساب دروس أخرى. إذا مسألة التوقعات هذه هي مسألة لا علاقة لها بالتعليم ولا علاقة أيضا بالبيداغوجيا أو شيء من ذا القبيل. إذا التلميذ الذي ينجح في مادة درس فيها أربع دروس إلى آخره، كيف نتوقع هذا يكون إطار لاحقا حتى ينجح في الجامعة؟ لأن مشكلة الجامعة هنا يجب أننا ننتج إطارات وليس مجرد مادة جامعية. صحيح. وسؤال، إذا كان هاد الأساتذة يأخذوا يعني في المقترحات اللي قدموها المترشحين يأخذوا بعين الاعتبار المعايير اللي راح يأخذها يعني المكلفين بإعداد يعني الأسئلة والمواضيع النهائية، ولا راهم يطلعوا مواضيع هكاك من راسهم يعني وما عندهمش منهج بيداغوجي يتبعوه؟ عملية إنجاز الموضوعات هي عملية معقدة لا يفقه فيها ماذا العوام من الناس، فقط من كان عضوا أو منسق لجنة إعداد مواضيع البكالوريا. هذه اللي حبيت نلحق لها أستاذ. وأنا سبق وكنت عضو وكنت منسق لجان ماذا إنجاز مواضيع البكالوريا، سواء على مستوى الديوان الجهوي هنا في القبة ولا على مستوى الديوان الجهوي في سعيدة وحتى ماذا في البوليدة. إجراءات جد ماذا معقدة، نجز المواضيع، نعيد قراءة نتاعها قراءة لغوية، نقرأها قراءة منطقية، ننظر في مدى مراعاتها لجملة ماذا المعايير حتى ربما المستوى التلميذ تقمصوا الشخصية تاعو أنا يعني. رعاية نشوف حتى رد الفعل تاعو الارتباك تاعو كيف يفهم المسائل إلى آخره، كيف يؤول المسائل. وبالتالي لدينا مجموعة ماذا من نسميها احنا بنوك تاع أسئلة إلى آخره، ولا نعرف لا يمكن أن نتكهن بأي سؤال سيكون. وحتى هذه المسألة فأنا أراها لا يجب أن تحظى بهذا الاهتمام بداخل، لأن المهم أن كيف أعيد التلميذ يقرأ برنامج كامل ونمنح الطرائق والمناهج التي بمقدوره أن يجيب على أي سؤال يطرح مثلا ما يهم في الدرس، مثلا في درس الرياضة في الدوال أو في الاحتمالات إلى آخره. المهم أنه يستوعب الدرس، يستوعب الخفايا تاع الدرس إلى آخره، ثم يقوم بتطبيقات. وأي تمرين يكون في المسألة التي تم مراجعة درسها النظري أكيد أن التلميذ سيجيب ويجيب ماذا باقتدار.
أكيد. إذا نذكر فقط المشاهدين ومتابعينا مرافقونا اليوم، إذا يجتاز اليوم أزيد من 790 ألف مترشح امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023. إذا الساعة تشير إلى 8:25 دقيقة، وسيكون فتح أظرفة مواضيع الامتحان على الساعة 8:30 صباحا والثالثة مساء. إذا لا يسمح بدخول المترشحين بعد هذا التوقيت، إذا 5 دقائق فقط قبل الانطلاق الرسمي لامتحان شهادة التعليم الثانوي، والذي سوف يعطي الإشارة الرسمية لانطلاقه من ولاية ورقلة وزير التربية، والذي سيشرف كذلك على فتح أظرفة مواضيع الامتحان نتحدث عنها اليوم في الاستوديو. إذا نتحدث عن نقطة مهمة جدا، التلاميذ للأسف اعتادوا منذ سنوات العصوف عن الأقسام، يعني تحضيرا تحضيرا لشهادة التعليم الثانوي، نشوفهم ما يروحوش للمسيد لكن يروحوا دروس الدعم، أليس كذلك؟ ويعتمدوا على الدروس التي تقدم على مستوى الدورات، وما يعرفوش أستاذ شو يقدم في القسم، مع العلم أنه أساتذة هذه الدورات والقائمين على هذه الدورات يعتمدوا طريقة ربما مغايرة للطريقة اللي يعتمدها الأستاذ في القسم. السيدة الفضيلة، هذه الظاهرة يعني باتت يعني تهدد المنظومة التربوية بوجه عام، لم تكن موجودة ماذا من دي قبل. طبعا لازم نتسأل ما هي الدواعي، ما هي الأسباب إن صح التعبير التي تدفع ماذا بالمتعلمين ماذا إلى مغادرة ماذا مقاعد الدراسة في وقت ماذا مبكر. صحيح كنا نشوفوا يعني العزوف بداية من الفصل الثالث، دوك حتى الفصل الثاني أو آخر الفصل الثاني التلاميذ ما يروحوش. هذا ظاهرة بمعنى يجب على القائمين على الشأن التربوي في البلاد أنهم يعني يقترحون جملة من الميكانيزمات التي بإمكانها أن تحد أو تقضي على الظاهرة أصلاً. لأنه الأستاذ يعني شئنا ما أبينا الأستاذ الذي الأستاذ الموجود في المؤسسة هو الأصل، بينما الأستاذ اللي قدم الدروس هو أستاذ ماذا هو فرع، لأن في الثانوية يتناول مثلا قال مادة معينة يدرسها 7 ساعات فرضا في الأسبوع، لكن في الدروس الخصوصية يتناولها ماذا في ساعتين. وهل يمكن للأستاذ مهما كانت العبقرية نتاعو يعني يعجز عن تغطية جميع مقتضيات ماذا الدرس في 7 ساعات مقارنة إن صح التعبير بمن يقدم ماذا 2 ساعات، ثم دروس هذه الخصوصية إلى آخره. الأساتذة يقدمون على تقديم تطبيقات حول النظري، لكن المشكلة الموجودة عند التلميذ نتاعنا يجد صعوبة بالغة في استيعاب ما يقدم له داخل الدرس ماذا النظري، ومنطقي لا يمكن أن يفلح في الشق التطبيقي وهو لم يعني يهضم بعد ما يقتضيه ماذا الشق النظري. هو مشكلة كبيرة. إذن والقضية هنا ليست موكولة فقط لوزارة التربية ولا شخص الوزير أو إلى القائمين على القطاع، بينما نحمل المسؤولية أيضا بشكل أو بآخر ماذا للأولياء. يمكن للولي أن يلزم يعني شكل يعني يمارس نوع ماذا من الإلزام على الابن تاعه ولا على الابن تاعه أنها تحضر الحضور، هذا قضية لا تنازل عنها. في هذه الحالة وهذا العصر لهذا الوقت اللي أنا نعيش فيه، التلاميذ غلبوا الأولياء تحهم للأسف، يعني نشوفوا أنه الدروس يعني مجانية يعني المؤسسات التربوية تحهم، لكنهم يروحوا يقدموا المال من أجل دروس الدعم للأسف. أنت كأمين عام لنقابة مفتشي التربية، ربما هل قدمت مقترحات في هذا الخصوص؟ سبق أن قدمنا يعني بعض ماذا الاقتراحات، وهي الآن موجودة على مستوى ماذا القائمين المتمثلة في المتمثلة في 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 في, في إعادة الاعتبار للوثيقة التركيبية لافيش دو سانتاز، يعني التي تلزم ماذا المترشح أن يبقى على مستوى مقاعد الدراسة لغاية نهاية السنة إلى غاية نهاية ماذا السنة.
في إجراءات أخرى إن صح التعبير موجودة على مستوى المستوى الوصاية إلى آخره، قد ترى النور وقد لا ترى النور لاحقا، ويأتي العمل بها بناء على مشاورات يعني وتخص ماذا المفتشين لكن احتمال يعني إقصاء التلاميذ يعني اللي ما التحقوش بمقاعد دراسة ابتداء من الفصل الثاني الموسم الماضي وارد، الموسم القادم عفوا أقول وارد هذا الإجراءات يعني هذه أصبحت بمثابة ظاهرة يعني أنا أشوفها الإجراءات هذه حرمان المتعلم من مقاعد دراسة بناء على الغياب المتكرر إجراء سابق لأوانه أستاذ مش غياب متكرر هذا غياب كلي يعني بمعنى الظاهرة انقطاع عن الدراسة يعني هو أي الظاهرة بدأت ماذا تستفحل بمعنى أنا قلت تكلمت على أولياء الأمور أيضا حولي ماذا أيضا بعض الجمعيات إلى آخره وبعض كل الحساسيات المدنية المتاحة ماذا في المجتمع تعمل لأننا أمام تلميذ وتلميذ هذه سيدة هو طفل اليوم وهو مواطن الغد بما القضية لا تتعلق ماذا بالمؤسسة التربوية هنا هو الخطأ الشنيع بينما كيف نحمي مواطن الغد وليس كيف نحمي ماذا التلميذ فقط دونك الحساسيات الموجودة داخل المجتمع إلى آخره وكل واحدة من موقعها وما يمكن أن تقدمه أو تقدم يد العون في هذا السياق فعليها أن لا تبخل لأننا أمام ظاهرة فعلا يعني غريبة جدا ظاهرة غريبة جدا وتهدد إن صح التعبير يعني التربية المنظومة التربوية ككل. يلا نروحوا لآخر سؤال مغيش خصصنا له حيز كبير من النقاش اليوم في الأستوديو، أنت بحكم التجربة تاعك والخبرة تاعك في هذا الميدان يعني اللي ربما سنوات عايدة في قطاع التربية، وشنو هي الحاجة اللي تدفع بالتلميذ للغش يوم الامتحان خاصة أثناء يعني امتحان شهادة البكالوريا اللي هو امتحان مصيري عنده ربما الثقل بتاعه أيضا؟ شوف سيدة الغش من حيث المبدأ مرفوض، والخوف يعني خوف القائمين على الشأن التربوي هو أن يتحول الغش من ظاهرة معزولة في المؤسسة التربوية إلى ظاهرة عامة، بمعنى اللي يغش داخل كيان الأسرة المدرسة والمدرسة يتلقى فيها مقومة التربية والمبادئ وما شابه ذلك راح يتنقل تصبح الغش هذا عنده تداعيات على مستوى الأسرة على مستوى الشارع على مستوى الوطن ككل إلى آخره، بمعنى هنا هالظاهرة تعكس تلميذ يعني غير واثق في نفسه، تلميذ ضعيف يعني ضعيف ماذا الشخصية، تلميذ صح التعبير لم يراجع دروسه بالكيفية اللازمة، تلميذ ممكن تفطن للامتحان على أساس أنه مصير محتوب إلى آخره في آخر السنة وكان الوقت هذا قد مر ولا يمكن أن يستوعب قدر هائل ماذا من المعلومات في فترة وجيزة، فلا يبقى له إلا هذا الأسلوب ويحاول قدر الإمكان صح التعبير أن يتملص بشكل أو بآخر من القوانين ولا الضوابط التي يفرضها المركز ويفرضها رئيس المركز والأساتذة المستحيل وكل مدى الحضور داخل المركز، ولازم نقف بالمرصاد لهذه الظاهرة لأنه أكيد. كثير يربطها بالمدرسة فقط، وأيضا من أين أتت ومسؤولهم من أين أتت ونبحث عن المصادر تاعها، هل هي نتاج مدى شارع نتاج مدى الأسرة إلى آخره، وأيضا ما هي من بعد تبعاتها يعني أسبابها وتبعاتها، لازم يعني يجب نعلن حالة الطوارئ أكيد، لأن المسألة تاع الغش هذه مناش حابين يعني تتجاوز ماذا أكيد هناك إجراءات تخذها وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة العدل، ولهذا خصصنا حيز كبير من هذا البرنامج لهذا الموضوع. شكرا لك أستاذ إبراهيم قصول الأمين العام لنقابة مفتشي التربية الوطنية على حضورك اليوم وتلبية الدعوة، نتمنى أنها ما تكونش آخر فرصة لنا في الأستوديو إن شاء الله سيدة، والشكر أيضا أنا سأقدمه لجميع طاقم ماذا الشروق على أنهم سيروا إن صح التعبير امتحانا رسميا أساسيا، وكل الأسر الجزائرية تترقب بشكل أو بآخر من يملك بنتا وولدا، وأنا أصلا ولي أمر تلميذها
أي تمتحن الآن في هذا اللحظة في شعبة علوم تجريبية في مادة المدى. أتمنى لها كل التوفيق. خليت يعني البنت تاعك وجيت باش ترافق أبناء الجزائر. شكرا. وطلبت مني الوالدة وحتى هي قال كيف يوم كهذا هو يوم تاريخي بالنسبة لي. قلت أنا قلت بأن القناة تاع الشروق نيوز كم من مرة تحاول بتستضيفني فقط عبر السكايب إلى آخره. ووعدت السيدة الفاضلة اللي ربطت الاتصال قلت كريمة قاسي. أي كريمة قاسي وأيضا الشكر موصول إليها. إن كانت ظروف تسنح يعني في مناسبات يعني مقبلة سنكون في خدمة هاته الجريدة الغراء. شكرا لك أستاذ. شكرا جزيل الشكر. إذن الشكر بحجم التضحية تاع اليوم. يعطيك الصحة كل توفيق. وأتمنى الفرصة أيضا وتمنياتي لجميع بناتي وجميع أولادي ماذا الذين يمتحنون الآن في جميع الشعاب وقاطبة صحراء وجنوبا وشمالا وإلى شيء من القبيل. يعطيك الصحة. شكرا. شكرا سيدة على رحابة صدرك. شكرا لك. إذا نتمنى لك بداية يوم موفق.